واحده من الحلقات الكوميديه اللي قدمناها مؤخرا كانت ويزو النجمه الكوميديه وجوزها الشريف حسني، والحقيقه انه الحلقه كانت من الحلقات الخفيفه اللي فيها ضحك كتير جدا، اتشافت بشكل كثيف جدا على السوشيال ميديا. الارقام كانت يعني خليني اقول انه اكتر من 5 مليون مشاهده للحلقه دي بخلاف فيسبوك والبوستات اللي اتعملت عليها. اللي انا عايز اقوله انه الحلقه دي مش بس كانت فيها ضحك من اللي اتعرض على الشاشه، انما كمان في حاجات كتيره ما اتعرضتش على الشاشه بس ضحكتنا جدا واحنا بنسجل الحلقه. كده كده يا شريف انا استحاله ادخل كل دي في ده عمو شكله حلو كده. انت فاكر اغلى واحدة ابنك على مفرجي وجوزك على مدعودي. مش مظبوط يا شريف، يا شريف مش مظبوط، يا شريف هتوجعها يا شريف. لا افتح بقك، لا افتح بقك على الاخر. أعزبك شوية. يا صفايح الزيت ده السايحة، يا رايل القشطة النايحة، هي حاجة للأستاذ عادل إمام بس. ويزو والشريف ربنا يسعدهم، ربنا يسعدهم ويخلي حياتهم فيها كوميديا، وربنا يسعد كل اتنين بيبتدوا حياتهم وهم يعني مخلصين النية كده وداخلين الحياة وهم عايزين يبنوا. ربنا يسعد الجميع.